أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى يوم جديد من أخبار الصباح تأتيكم من قناة العربية. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد بالعناوين. رداً على هجوم روسيا الأعنف على كييف، أوكرانيا تستهدف مستودعات النفط في روستوف الروسية بالمسيرات. هاريس تطلق إعلاناً جديداً لجذب الانتباه إلى خطتها للإسكان ومعالجة التضخم، وتعلن موعد لقائها التلفزيوني الأول. الجيش الإسرائيلي ينفذ أوسع عملية عسكرية في الضفة منذ عام 2002، واليوم جولة جديدة لمفاوضات الهدنة في الدوحة. لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة، نمو عدد المنشآت الصناعية في السعودية بنسبة 60% منذ إطلاق رؤية 2030. البداية مشاهدينا من الحرب الروسية الأوكرانية، فبعد أن شنت روسيا هجومها الأعنف على العاصمة الأوكرانية كييف خلال اليومين الماضيين، ذلك لوقف الزحف البري الأوكراني، من التقدم أكثر على محور كورسك إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تتقدم أكثر، ذلك حسب ما أعلن قائد الجيش الأوكراني عندما قال إن قوات كييف سيطرت على 100 بلدة روسية في هذه المنطقة. لكن طبعا في المقابل كانت هناك تصريحات أدلت بها وزارة الدفاع الروسية وقالت إن قواتها سيطرت على قرية أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. هذه القرية تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهما وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. لكن القوات الأوكرانية لا تزال مستمرة في ردها على هجوم روسيا على العاصمة الأوكرانية. ففي صباح اليوم هاجمت مسيرات أوكرانية عدة خزانات نفطية روسية، ذلك في مستودع للنفط في منطقة روستوف الروسية بحسب ما نقلت رويترز عن قنوات روسية على تطبيق تيليجرام. من جهته قال حاكم روستوف باسيلي غولوبوف في منشور على تيليجرام إن 4 طائرات بدون طيار أطلقتها أوكرانيا دمرت فوق المنطقة، لكنه روستوف لم يذكر أي شيء عن الهجوم على مستودع للنفط. كذلك أيضا كان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال إن ممثلي عدد كبير من الدول سيرفضون المشاركة في المؤتمر الثاني حول السلام في أوكرانيا في حال غياب وفد روسيا عن مؤتمر القمة الثاني. زيلنسكي قال كذلك إن مشاركة ممثلين عن روسيا في مؤتمر قمة السلام الثاني قد تكون فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام. وعلى الرغم من تصريحات زيلنسكي ومنذ بداية الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا، أصرت واشنطن على هدفها بمساعدة كييف في الدفاع عن أراضيها، فيما رفضت اقتراح جر الحرب إلى روسيا. وفي أعقاب التوغل الأوكراني في كورسك، ندد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بالقيود الأمريكية على جهود الحرب الأوكرانية. زيلنسكي كذلك استنكر ما اعتبره بالمفهوم الساذج والوهمي لما يسمى بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بروسيا التي هيمنت على تقييم الحرب من قبل بعض الشركاء، كما أن تغييرا دقيقا في أهداف الحرب حدث مع استخدام الأسلحة الأمريكية على أهداف روسية في كورسك وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. فعليا أسامة، الإدارة الأمريكية حددت هدفين منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، الأول لدعم كييف والثاني لتجنب حرب عالمية ثالثة. وإذا أجبرت الولايات المتحدة أو أجبرت على الاختيار بين هذين الهدفين، فمن الواضح أنها ستختار تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة. لكن أوكرانيا تقاتل من أجل بقائها، حتى أنها ستقبل المشاركة الأمريكية المباشرة في الحرب مع روسيا. كذلك أيضا في الميدان هناك أسلحة جديدة تصنع الفارق، موجة جديدة وكبيرة من الهجمات الروسية استهدفت مناطق أوكرانية متعددة عبر استخدام صواريخ الخنجر أو صواريخ كنزال، وهي صواريخ روسية
تفوق سرعة الصوت من طراز الخنجر أو كنزال بحسب مراقبين أوكرانيين. الضربات الروسية هذه جاءت رداً على إدانة بايدن للهجمات الروسية التي طالت نصف المناطق في أوكرانيا ليلة الاثنين الماضي، وهو الأمر الذي أدى لإصابة العشرات وكذلك انقطاع التيار الكهربائي وأيضاً إمدادات المياه. صحيح، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن جزم أن روسيا لن تنجح أبدا في الحرب التي تخوضها ضد جارتها، متعهدا بمواصلة دعم كييف، والأمر الذي استفز روسيا ودفعها لمواصلة الهجمات، واستخدمت في الضربات أسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر، كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية لضرب محطات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية في كييف، لفيف ومنطقتي خاركيف وأوديسا. تم رصد إطلاق العديد من الصواريخ البالستية الأسرع من الصوت من طراز كينجال، والتي يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضها. هذا وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سابت إن البيت الأبيض يستنكر هجوماً صاروخياً ضرب مدينة كراماتورسك الأوكرانية مطلع الأسبوع وأدى إلى مقتل مستشار للسلامة لدى وكالة رويترز وإصابة صحفيين، متهما روسيا بالوقوف وراء الهجوم. أيضا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال إن الفندق الذي أصيب بصاروخ اسكندر الروسي، وهو صاروخ باليستي يصل مداه حتى 500 كيلومتر، فيما أعلنت رويترز عن عدم قدرتها على التحقق من مصدر الصاروخ وإذا كان إطلاقه متعمدا أم لا. كانت أيضا وكالة رويترز أعلنت عن مقتل ريان إيفانس المستشار الأمني للوكالة أثناء تغطيته للحرب في أوكرانيا، وأيضا إصابة اثنين من صحفيها في غارة على فندق في مدينة كراماتورسك. إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت شبكة CNN الإخبارية أنها ستجري مقابلة تلفزيونية الخميس غدا مع مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس تيم وولز، في أول مقابلة لها منذ ترشحهما للانتخابات الرئاسية. ستجرى المقابلة خلال قيام هاريس برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا المتأرجحة. تعرضت هاريس بالطبع لضغوط متزايدة لإجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. طبعا ستكون خطوة يترقبها وينتظرها الجمهوريون بقوة، لأنهم على مدار الأسابيع الماضية كانوا ينتقدون كامالا هاريس بأنها لا تدلي بأحاديث لوسائل الإعلام، لكن بالأمس واشنطن بوست كانت تقول بأن ترامب يلمح لأنه ربما لا يشارك في مناظرة 10 سبتمبر، لكنه أكد يعني الآن وفق شروط كذلك وفق شروط المناظرة التي عقدت مع بايدن. لكن كان هناك أزمة فيما يتعلق بأزمة رفض ترامب لـ ABC نيوز، يعني أو مشاركة، ودعاها طبعا في 4 سبتمبر لمشاركة مع فوكس نيوز، أنه ABC نيوز دانا والت وهي المديرة التنفيذية للشركة تربطها علاقة كبيرة بالحزب الديمقراطي وتبرعت في السابق لكامالا هاريس، حتى أنه كامالا هاريس قالت بأنه دانا والدن وزوجها مات والدن هما من رتب اللقاء الذي أدى لزواج كامالا هاريس بدوغ أيم خنف، ويعني تقول بأنهما يعني هما السبب، يعني تربطهما علاقة شخصية. فبالتالي هناك بعض المحللين في الولايات المتحدة يعتبرون بأن هذا بمثابة تضارب في المصالح. في المقابل كذلك هناك من ينظر إلى ميل ترامب مثلا لفوكس نيوز بأنه كذلك يعني قناة تميل أكثر للجمهوريين لترامب تحديدا، وبالتالي طبعاً هي اتهامات متبادلة، ولكن بلا شك أن هذه المناظرة ستكون يعني يوما مشهودا له في تاريخ الانتخابات الأمريكية 10 سبتمبر بين كامالا هاريس وترامب. بكل تأكيد، لكن طبعا لا تزال نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تستمتع بفترة شهر العسل في الانتخابات الحالية، على الرغم طبعا من زيادة تقدمها على دونالد ترامب في أعقاب خطابها الأخير خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو. بحسب استطلاع أجرته شركة مورنينج كونسلت، أظهر أن خطاب كامالا هاريس في شيكاغو يتقدم على ترامب 4 نقاط لتحظى ب 48 نقطة مقابل 44 نقطة لمنافسها الجمهوري. ويبدو يا أسامة أن شهر العسل الإعلامي مستمر بالنسبة لهاريس، حيث وثق الاستطلاع قول 47% من الناخبين بسماعهم قصصا إيجابية عن هاريس الأسبوع الماضي، مقارنة ب 32% قالوا إنهم سمعوا قصصا سلبية عنها.
بالمقارنة لذلك قال 46% من الناخبين أنهم سمعوا أخبارا سلبية عن ترامب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة ب 31% شاهدوا في الغالب تغطية إعلامية إيجابية للجمهوري ترامب. وكانت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أطلقت حملة إعلانية جديدة لجذب الانتباه إلى خطتها لبناء 3 ملايين منزل جديد على مدى 4 سنوات. هي الخطوة التي تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية التي تشكل أيضا تناقضا حادا مع نهج الجمهوري دونالد ترامب. طبعا خطة اقتصادية تختلف بشكل كبير، لكن كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية تسلط الضوء على خطتها في إعلان جديد لمدة دقيقة واحدة صدر يوم الثلاثاء ويستخدم تجربتها الشخصية. نشأت مثلا كامالا هاريس في مساكن مستأجرة، فيما كانت والدتها تدخر لمدة عقد من الزمن قبل أن تتمكن من شراء منزل. I was a teenager when that day finally came, and I can remember so well how excited she was. I know what home ownership means, and sadly right now it is out of reach for far too many American families. During the foreclosure crisis, I took on the big banks who exploited people in the housing market. And today, corporate landlords buy hundreds of houses and apartments, then turn them around and rent them out at extremely high prices. I will fight for a law that cracks down on these practices. We will end America's housing shortage by building 3 million new homes and rentals. We should be doing everything we can to make it more affordable to buy a home, not less. I'm Kamala Harris and I approve this message. ذكرنا استطلاع مورنينج كونسلت، ولكن الاستطلاع الذي ربما يضع هاريس في وضع مريح أكثر هو استطلاع إبسوس رويترز الذي أظهر تقليص الفجوة بين هاريس وترامب بما يتعلق بالاقتصاد، ملف ترامب الأهم، يعني من 11 نقطة إلى 3 نقاط. صحيح. وهذه يعني النقطة تعد ثقل لترامب إذا ما تحدثنا عن الاقتصاد. الهجرة يبقى فيها متفوقا بالطبع، ولكن ويبقى متفوقا بالاقتصاد، ولكن الفارق هذا قد يتضاءل بشكل كبير. 3 نقاط لا لها ليس طبعا لها من السهل تجاوزها بشكل كبير بكل تأكيد. لكن هنا السؤال، يعني حتى فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية لكامالا هاريس، وتحدثنا كانت حتى صحيفة واشنطن بوست ذكرت بعض من تفاصيل هذه الخطة. هي تتحدث عن بناء 3 ملايين منزل والكثير من إعانات البطالة، الكثير كذلك من آلافات الدولارات لمن هم مقبلون على الزواج وما إلى ذلك. هي تتحدث عن أنه تحاول أن تحارب التضخم من خلال هذه الأموال أو من خلال هذه يعني الإعانات وما إلى ذلك، لكن هذا سيتطلب كذلك المزيد من الإنفاق الحكومي. فهي على العكس تماما فيما يتعلق بخطة ترامب الاقتصادية. ترامب يعني يسعى إلى تقليص الإنفاق الحكومي، هي بالتالي بهذه الخطة ستزيد من الإنفاق الحكومي، المزيد من الديون، المزيد من طبع الدولارات كذلك. يعني بكل تأكيد، يعني الكثير من الوعود تطلق في الحملات الانتخابية، يأتي التطبيق وتصبح صعبة للغاية في الكثير من الملفات المهمة بالنسبة للأمريكيين. ولكن التحدي الأكبر هو تصحيح وضع الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. صحيح. في هذا التوقيت بالتحديد، لأنهم هم أكثر من خسر في السنوات الماضية تحديدا من بعد كورونا وحتى الآن. هي يعني التحدي الأكبر هو جذب الطبقة بكل تأكيد، وغير المسيسين أو المستقلين كذلك، كل طرف طبعا يسعى لاجتذابهم إلى صفه. لكن على الجانب الآخر، حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أعلنت تعيين المرشح المستقل السابق روبرت كينيدي وعضوة الحزب الديمقراطي السابقة تولسي جابرت في فريقه الانتقالي الرئاسي الذي سيساعده في اختيار المسؤولين وكذلك تحديد السياسات حال فوز ترامب طبعا بالانتخابات المقبلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مستشار كبير في حملة ترامب قوله إن كينيدي وغابرد سيتم تعيينهما كرئيسين فخريين في الفريق الانتقالي الرئاسي، ذلك للمساعدة في اختيار السياسات والموظفين لإدارة ترامب الثانية المحتملة للبيت الأبيض. يضم الفريق الانتقالي الرئاسي أبناء الرئيس السابق هم دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بالإضافة إلى بالطبع نائبه جيدي فانس.
ربما هناك ما كذلك يؤرق ترامب بأن أكثر من 200 جمهوري كان في فريقي جورج بوش الأب والابن وكذلك عضوي مجلس الشيوخ البارزين جون ماكين وميت رومني صحيح. أعلنوا دعمهم لهاريس. نحن نتحدث عن 200 جمهوري من يعني عملوا مع إدارات ومع أعضاء سابقين وهناك حتى كبير. يعني حتى لو تتذكرين هناك الآن مجموعة من الكتب مارك ميلي وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق للجيش الأمريكي ولديه خلافات مع ترامب أصدر كتاب مؤخرا ينتقد فيه ترامب بقوة وكذلك مستشار الأمن القومي ماكماستر اتش ار ماكماستر أصدر كتاب كذلك ينتقد ترامب. هناك طبعا يعني هذه أشبه بمذكرات وهي يتحملها كتلة ولكن نتذكر. تظل نتذكر أن الكثير من أعضاء إدارة الرئيس ترامب الذين استقالوا وأقيلوا كانوا كذلك قد أصدروا كتبا وتحدثوا بصوت عال قالوا انتقدوا ترامب أثناء ولاية ترامب الأولى وربما الأخيرة لنا بكل تأكيد يعني تظل مثل يعني يا خبر بفلوس في نوفمبر 70 يوما صحيح. إذن طلب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من محكمة الاستئناف الفيدرالية إعادة فتح قضية الوثائق السرية المعروفة إعلاميا بوثائق ماريلاغو ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب، ذلك بعد رفضها من قبل قاضية فيدرالية في فلوريدا الشهر الماضي. طبعا وفقا لشبكة ABC نيوز الأمريكية وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في يوليو الماضي على إلغاء التهم الموجهة إلى ترامب وإغلاق القضية، وهي طبعا واحدة من 4 قضايا مرفوعة ضد الرئيس السابق بعدما خلصت المحكمة إلى أن تعيين جاك سميث كمحقق خاص كان غير دستوري. تعد طبعا مذكرة سميث هي مجرد بداية لمعركة قانونية أخرى يمكن أن تنتهي في المحكمة العليا ومن المرجح حتى أن تستمر حتى بعد الانتخابات في 5 نوفمبر المقبل. كان يأمل ترامب أن هذه القضية أغلقت لكن يبدو أن إصرار جاك سميث على صداع جديد في صحيح. رأس ترامب. لكن بكل الأحوال العد التنازلي للانتخابات الأمريكية بدأ مع اقتراب فتح طبعا صناديق الاقتراع في نوفمبر، بينما تتجه الأنظار نحو الأموال التي تنفق خلال الانتخابات وأيضا في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة والتي تعد الأعلى تكلفة في العالم. على سبيل المثال الانتخابات الرئاسية في عام 2020 كانت الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار أمريكي، بينما شهدت سباقات الكونغرس إنفاق بلغ 9 مليارات و900 مليون دولار أمريكي وفقا لموقع Open Secrets. في العام نفسه يا أسامة بلغ الإنفاق السياسي للانتخابات السابقة وسباقات الكونغرس 16 مليارا و400 مليون دولار، بينما يبلغ الحد للتبرع للجان السياسية التابعة للأحزاب 41,300 دولار سنوياً. القانون الأمريكي يسمح للمواطنين والمقيمين الدائمين بالتبرع ومنح كل مرشح 3,300 دولار أمريكي في الانتخابات، لكن عام 2020 نحو 20% من مساهمات المواطنين في الانتخابات الرئاسية جاءت من الأمريكيين العاديين الذين تبرعوا ب200 دولار أو أقل. الحصة الأكبر جاءت من المتبرعين الأثرياء الذين يتمتعون بنفوذ سياسي هائل. إذن وعلق قاضٍ اتحادي قراراً للرئيس بايدن يسمح لمهاجرين غير شرعيين بالحصول على الجنسية الأمريكية لكن بشروط بالطبع، ليثير قرار القاضي الاتحادي في تكساس هذه القضية والنقاش المستمر بالطبع بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ملف الهجرة في الولايات المتحدة. بيير غانم من واشنطن معه المزيد من التفاصيل. بدأ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو حزيران الماضي وكأنه محاباة لهؤلاء المهاجرين وأيضا للناخبين الأمريكيين المتزوجين من أشخاص لا يحملون أوراقا قانونية. فهناك 500,000 شخص يعيشون على هذه الأرض وأصبح من حقهم أن يتقدموا بطلب للجنسية الأمريكية من دون مغادرة الأراضي الأمريكية. حملة هاريس تريد أن تقول أنها ترحب بالمهاجرين وفي الوقت ذاته تريد أن تسيطر على الحدود مع المكسيك. أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاعتبر منذ العام 2016
أن الهجرة غير الشرعية هي تهديد للأمن الأمريكي وهي سبب أساسي في انتشار الجريمة. ومنذ أيام أراد ترامب القول أنه يريد أن يرحل أيضا الملايين من المهاجرين غير الشرعيين. قرار القاضي الاتحادي بأنه يريد أن يعلق قرار بايدن لا يغير كثيرا في هذا القرار لأنه مؤقت، لكنه يعيد قضية الهجرة إلى الواجهة إلى جانب الاقتصاد والغلاء والإجهاض. كيان غنم، العربية، واشنطن. من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، الشرطة الألمانية أعلنت أن عناصرها قتلت شخصا يشتبه بأنه هاجم مارة في بلدة ميرس في غرب البلاد. يأتي هذا الهجوم طبعا بعد أيام قليلة على مقتل 3 أشخاص بهجوم بالسكين في مدينة زالينغن القريبة من بلدة ميرس. وقالت الشرطة أيضا في بيانها إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما هاجم وهدد عددا من المارة في ميرس بسكينين، ما دفع برجال الشرطة إلى إطلاق النار على المهاجم. بالحديث عن حوادث الطعن، يبدو أن الحصول على سكين حاد أصبح أسهل من شراء البيتزا هذه المرة في بريطانيا، وهذا ما يقوله الخبراء في ضوء تزايد جرائم الطعن في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى الاضطرابات العنصرية الأخيرة التي كذلك تسببت بدورها بموجة من خطاب الكراهية في البلاد. نتابع. نسمع كثيرا في الأونة الأخيرة عن حوادث الطعن في بريطانيا، وتساؤلات كثيرة تراود المقيمين هنا وتقلقهم. كيف يحصل هؤلاء على سكاكين حادة دون رقيب؟ قررنا إجراء تجربة لنرى مدى سهولة شراء سكين. بكبسة زر تستطيع الوصول إلى لائحة طويلة من السكاكين، مئات الأنواع ومختلف درجات الحدة، تصلك إلى المنزل إن أثبتت أنك بعمر 18 عاماً أو أكثر. وإن ذهبت شخصياً لشراء سكين، فالأمر أيضاً ليس بهذه الصعوبة. تختار من بين مجموعة من السكاكين من خلف الزجاج المقفل لأسباب أمنية، وليس مطلوباً منك سوى إظهار هوية تثبت أنك فوق 25 عاماً. إن الأمر أسهل من الحصول على البيتزا، هذا هو التحدي الكبير. إذا ذهبت إلى أي من مواقع الإنترنت، أدخل سكين الزومبي ويمكنك الحصول عليها. في العام 2023 كان هناك حوالي 50,000 جريمة تتعلق بأداة حادة في إنجلترا وويلز، وهو أعلى بنسبة 7% مقارنة بعام 2022. والأسباب بحسب خبراء تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع خطاب الكراهية الذي أجج الخوف بين أطياف المجتمع البريطاني. أعتقد أن المجتمعات الملونة والمجتمعات السوداء والمجتمعات الإسلامية سوف يشعرون بخطاب الكراهية أكثر بكثير، وخاصة بعد الأسابيع القليلة الماضية. أعتقد أن الكثير من الشباب خائفون ولا يشعرون بالأمان بالضرورة في الأماكن العامة، والشرطة لا تجعلهم يشعرون بالأمان بالضرورة. بريطانيا لا تعاني ربما من مشكلة الأسلحة النارية في الشوارع، لكن الزيادة الأخيرة في حوادث الطعن لفتت الانتباه إلى وجود مشكلة من نوع آخر، السلاح الأبيض الذي تحاول السلطات احتواءه عبر طرح قانون جديد سيمنع امتلاك أنواع معينة من سكاكين الزومبي والصواطير. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. إلى فرنسا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون باشر جولة جديدة من المشاورات لاختيار رئيس وزراء وسط طبعا أجواء سياسية متوترة منذ أسابيع. لم يدعى إلى هذه المشاورات أحزاب أقصى اليمين أو اليسار، فيما رفض بعض المسؤولين المدعوين إلى المشاركة على أن تشمل الاستشارات شخصيات لم تكشف أسمائهم حتى، لكن من بينهم رؤساء سابقون. تأتي المشاورات بعد رفض ماكرون تشكيل حكومة من قبل الجبهة الشعبية الجديدة تحالف اليسار وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة لوسي كاستيا. الكثير من التوتر والتفاقم للأزمة في فرنسا بعد 50 يوما من الانتخابات، وحزب فرنسا الأبية يدعو إلى تظاهرات في الشوارع كذلك، هذا سيفاقم الكثير من المشكلة. يعني هو كان الحديث عن أنه سيلتقي بأحزاب الوسط سواء من على الجانبين اليمين واليسار خلال هذا الأسبوع، على من المقرر أن يقوم بلقاء أحزاب أقصى اليمين وتحالف الجبهة الشعبية وكذلك تحالف ماري لوبا أقصى اليمين وأقصى اليسار، لكن على ما يبدو أنه يعني لديه خطة جديدة فيما يتعلق بهذه المسألة. نتابع المزيد.
مع هذا التقرير. يرفض الرئيس الفرنسي إطلاق سراح الحكومة، يقول البعض إنه يأخذها رهينة منذ خسارته للانتخابات التشريعية قبل شهر ونصف. فبعد جولة مشاورات أجراها مع الأحزاب في قصر الإليزي، أعلن رفض تسمية مرشحة تحالف اليسار لوسي كاستيلي ترأس الحكومة، وهو الذي كان يكرر باستمرار مخاطباً اليسار توافقوا على اسم لأسلمه الحكومة. مالك الساعة أو الإمبراطور ماكرون بحسب ما بات يسمى على ألسنة معارضيه، بدأ جولة مشاورات جديدة في محاولة لحياكة تحالف مع الجمهوريين وجزء من المستقلين الوسطيين. هذا أثار غضب اليسار وحيرته، حيث أعلنت كل أحزاب تحالف الجبهة الشعبية الجديدة رفض المشاركة في جولة جديدة من المشاورات. الحزب الاشتراكي اعتبر أن الرئيس منكر للديمقراطية، فيما وصفه حزب الخضر أو البيئة بأنه سارق لنتائج الانتخابات. أما حزب فرنسا العصية فاختصر الطريق لمواجهة لعبة الوقت التي يجيدها ماكرون، ودعا للنزول إلى الشارع في 7 من الشهر المقبل. ولأن الشارع لم يخذل اليسار يوماً، انضم الحزب الشيوعي إلى الدعوة قبل أن يدعمها الخضر والاشتراكي. أخبار الصباح مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. كاميرا العربية ترصد أوضاع المتضررين من انهيار سد 4 السوداني. لدينا أيضا بعد الفاصل، وقبل أيام من انقضاء الحملة الانتخابية، صراع شرس بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن قواته تنفذ أوسع عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عام 2002. العملية العسكرية بحسب الجيش في شمال الضفة الغربية ستستمر لعدة أيام، أطلق عليها اسم الخيمات الصيفية أو المخيمات الصيفية. ومن جانبها أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل 10 مدنيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين وكذلك في طوباس. هذا فيما أعلنت حركة الجهاد إن سرايا القدس تخوض معارك ضد القوات الإسرائيلية التي تشن هجوما شاملا على مدن شمال الضفة ومخيماتها لفرض السيطرة على القدس والأقصى. طبعاً لطالما كانت هناك تحذيرات من أن الأمور تتصاعد في الضفة الغربية، لأن على ما يبدو أن الأمور تتجه إلى إطار متصاعد. حتى وزير الخارجية الإسرائيلي كان له تصريحات قبل قليل بأنه يعني تصريح غريب للغاية، يقول بأنه يجب إخلاء السكان من الضفة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع الوضع في الضفة كما يتم التعامل مع الوضع في قطاع غزة. فيبدو أنه ندخل على أيام صعبة. أقل من 10 أيام يا أسامة، بالفعل قال أنه يجب التعامل مع جنين كأنها غزة، يجب إفراغها من السكان. الآن يتحدث عن الضفة بكاملها. التعامل معها عسكريا بالطبع هذا يعني تصعيد كبير، نتحدث عن طول كرم وكذلك جنين، والآن يتحدث عن الضفة بأكملها. طبعا هذه في التطورات الميدانية، لكن فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة، مسؤول أمريكي أكد أن المحادثات في الدوحة مستمرة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد طبعا جولة القاهرة التي انتهت منذ أيام. المسؤول الأمريكي أضاف أن بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط موجود بالفعل في العاصمة القطرية الدوحة. قبل ذلك أكدت تقارير إسرائيلية أن وفدا تقنيا تابعا للموساد والجيش والشبك سيغادر إلى الدوحة اليوم، وذلك بعد إجراء مشاورات في إسرائيل عقب عودته من القاهرة. ذكرت التقارير الإسرائيلية أن الوفد سيواصل لقاءاته مع الوسطاء في الدوحة لتقليص الفجوات في القضايا المتعلقة بصفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. احنا جينا قعدنا هنا
فيش مكان آمن، هاي جوا المقابر عايشين. المقبرة تخوف الكبار قبل الصغار، أبداً ما في مكان آمن، كل خنيس ولا كل قطاع غزة. إحنا بنمشي والرعب في قلوبنا، إحنا أصلاً مش لاقيين، كل مكان بنمشي فيه كله خطر، فيش أمان. أنا الحين قاعدة هنا وأنا خايفة. عندنا أطفال، عندنا نساء، عندنا شيوخ. ما إحنا كنا في بلا مأوى، كنا هيتهم في الشارع. للأمانة يعني مش عارفين إيش نقول، وين نروح؟ وإحنا مش عارفين وين نروح، لا معانا خيار. ولا معنا مصاري ولا في معنا أواعي. نتمنى إحنا من الله هيك يا رب تفرجها من عنده ونروح على غزة. أما فيما يتعلق بالتصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت سيارة نقل صغيرة كانت تسير في شمال شرق لبنان، وأن السيارة كانت تحمل معدات عسكرية. رجح أحد المصادر أن المعدات العسكرية كانت منصة إطلاق صواريخ معطلة وتم نقلها بالقرب من الحدود مع سوريا بهدف إصلاحها. يا شباب ضربوا صاروخ بكاب هلأ هون قدام المعمل. وفي اليمن قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك ريدر إن السفينة سونيون بدأت تسرب نفطا على ما يبدو قبالة السواحل اليمنية بعدما تعرضت لهجوم من الحوثيين. أضاف أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في الإنقاذ، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما. وصف ريدر أفعال الحوثيين في البحر الأحمر بأنها إرهابية ولا تساعد على حل قضية غزة. إلى السودان هذه المرة، حيث دعا المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلي والطرفين المتحاربين في البلاد إلى فرض مدونة سلوك للحد من الانتهاكات واسعة النطاق. بريلي قال إن الجيش السوداني كان ينظر في الاقتراح بعدما وقعته قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الهدف من هذه المدونة هو تغيير السلوك أثناء المعارك والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا وقف القصف العشوائي للمناطق المدنية بما في ذلك المستشفيات ومنازل المدنيين. وفي إطار متابعتنا للأوضاع داخل السودان، رصدت كاميرا العربية أوضاع المتضررين من انهيار سد أربعات جنوب بورت سودان، والذي تسبب قوة اندفاعه تسببت بارتفاع طبعا نحو 6 أمتار من على سطح الأرض، تسببا في دمار قرى ومقتل مواطنين وخسائر مادية. زميلة لينا يعقوب من هناك معها التفاصيل. وأنت تحاول الوصول إلى منطقة أربعات التي جرف السيل معظم قراها، لابد من عبور أماكن وعرة. رحلة البحث عن قرى أصبحت غير موجودة وتفرق مواطنوها، مهمة صعبة ومحزنة. في الطريق التقينا بشهود عيان رووا لنا مشهد الساعات الأولى من انهيار سد أربعات. ما ركبنا جبل شفنا الموية دي كثيرة موية، بعدين سودة، قلنا هسا لما دار تجينا نينا ولا ما بتجينا. ركبنا فوق، لما ركبنا فوق شفنا حاجات هناك، في عربات تتقلب، في ناس يموتوا، حاجات كثيرة شفنا. قريب 45 سنة ساكن هنا، أنا أول مرة أشوف السيل ده، والقدامي أنا الإنشال ده لحتى أنا مخلوق. هذا هو المكان الذي أحدث الفاجعة، إذ استيقظ سكان من ولاية البحر الأحمر على دوي انفجار قوي عرف فيما بعد أنه انهيار سد أربعات الذي جرف عدداً من القرى والمزارع والبساتين وتسبب في وفاة وإصابة مواطنين وفي نفوق عدد من المواشي والحيوانات. حتى الآن لا توجد إحصاءات دقيقة للخسائر البشرية والمادية. جاتنا معلومات من المواطنين انه في بعض العالقين في الضفه الاخرى، الحمد لله استطعنا انه ننقذ حوالي 171 فرد وتحركنا للمناطق الاخرى. هنالك معلومات انه هنالك بعض المواطنين بعد فقدوا ارواحهم. حتى المزارع والبساتين الان اصبحت غير موجوده. يبدو ان هذه الآلية الثقيلة هي الوحيدة الان القادرة على الربط بين تلك القرى البسيطة. هناك من يقفون خلف هذه الجبال ويحتاجون إلى مد يد العون لهم، نحن الآن في الطريق إليهم. أولئك الذين ينتظرون إعانات يقفون على الضفة الأخرى من هذا السيل الذي يبدو واضحاً أنه انحسر عما كان عليه قبل أيام.
والناس يشوفنا دي اثنين عربات تقلبت، لما تقلبت راح شوفنا بينونا دي. هي الآن مجرد ذكرى لتلك القرى التي جرفها السيل بصورة كاملة. يبدو أننا نحتاج إلى مزيد من الآليات لعبور تلك الجبال، لكننا حاولنا نقل صوت من لا صوت لهم. لينا يعقوب، منطقة أربعات، ولاية البحر الأحمر العربية. إلى ليبيا هذه المرة. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة البنك المركزي، والتي طبعا تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط بل وتصديره كذلك. وأكدت البعثة في بيان نية عقد الاجتماع الطارئ بحضور الأطراف المعنية بالأزمة للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة. وبدورها أعلنت الولايات المتحدة دعمها لجهود الأمم المتحدة لحل الخلافات بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا بشأن إدارة المصرف المركزي دون الإضرار بتوقف الدخل من قطاع النفط الحيوي. السفارة الأمريكية قالت إن الخطوة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توفر طريقا للمضي قدما لحل الأزمة التي أثارها إعلان حكومة البرلمان الليبي تعليق العمليات في جميع حقول النفط وكذلك محطات التصدير الخاطئة لسيطرتها. وأسامة، كذلك السفارة الأمريكية في ليبيا أكدت أن هناك لقاء عقد بين الجنرال لانجلي والقائم بالأعمال برنت مع كذلك خليفة حفتر بالأمس. ما تأتي كل هذه في على إثر هذه التوترات السياسية التي كذلك يتخوف من أنها تتسبب باندلاع مواجهات عسكرية أوسع وصراع أكبر في ليبيا. طبعا يعني كما ذكرت، هو الجنرال لانجلي قائد القوات، قائد أفريكوم أو قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، يعني له دور كبير وتلعب القيادة الأفريقية دور كبير. لكن الأزمة هذه يعني بدأت في مسألة إقالة الصديق الكبير، برغم أنه الآن يعني هناك توافق ما بينه وما بين الحكومة في الشرق، رغم أنه كان على خلاف مع هذه الحكومة على مدى سنوات كبيرة، لكن دائما كانت التحذيرات الدولية تحذر من مسألة أنه إبعاد مؤسسات النفط وإبعاد المؤسسات الاقتصادية الرسمية، خاصة أن البنك المركزي، عن الصراع السياسي الموجود، لأنه هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على العملة المحلية في البلاد وقدرتها طبعا على سواء على التصدير أو حتى على الاستثمارات الخارجية أو ما إلى ذلك. لكن على ما يبدو أن ليبيا تنتقل دوما من مرحلة الأزمة إلى إدارة الأزمة ثم أزمة ثم إدارة الأزمة وكيفية إدارة الأزمة، ويعني لا حلول على ما يبدو تلوح في الأفق في ليبيا للأسف. من ليبيا إلى تونس، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بقبول طعن تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، أعادته بذلك لسباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، فيما رفضت طعن رئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول بعد اعتراضهما على قرار استبعاد ملفاتهما من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هيئة الانتخابات كانت قد استبعدت المكي وجلول وغيرهما من المرشحين من السباق لعدم استكمال الوثائق الرسمية، ومن بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية. من تونس إلى الجزائر، ومع طبعا اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر المقبل، تتواصل الحملات الانتخابية وتتكثف كذلك التجمعات الشعبية في مختلف ولايات الجزائر لتشهد صراعا شرسا بين المرشحين. بحسب المراقبين، طغى الشق الاقتصادي على المعالم الكبرى لبرامج المرشحين، على عكس الحملات الانتخابية التي عرفتها البلاد على مدار العقود السابقة، في لم يأخذ طبعا الشق السياسي حيز من الاهتمام والشرح، رغم تضمن برامج المرشحين وعود بإجراء إصلاحات سياسية جذرية حال فوزهم طبعا بمنصب الرئاسة. نبقى في الجزائر، ولكن ننتقل إلى الشق الأمني والتطورات الأمنية على الحدود الجزائرية المالية. ففي أول تعليق للجزائر، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع على ضرورة العمل على وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول. وفي جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية جنيف، حذر ممثل الجزائر من عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات على المنطقة. شدد كذلك على ضرورة محاسبة الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيا ماليا جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الإنساني.
طبعا على ذكر مالي، كان الجيش هناك قد أعلن عن تنفيذ طلعات جوية وقصف لمنطقة في أقصى شمال شرق البلاد على الحدود مع الجزائر. هذه الضربات أسفرت عن مقتل نحو 20 شخص، وصفهم الجيش المالي بأنهم مسلحون إرهابيون، فيما قالت الحركات المتمردة إن القصف استهدف المدنيين وسقط فيه 26 من الأطفال والنساء الفارين من المعارك. واتهم متمردو الطوارق الجيش المالي وعناصر من مجموعة فاغنر الروسية بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أقلعت من بوركينا فاسو في تيتزاوتن على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية. أخبار الصباح مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. مؤسس تيمو يفقد لقب أغنى شخص في الصين. إكس ومايكروسوفت تدعمان مشاريع قوانين لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم من جديد إلى السعودية. هذه المرة عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 نما بمعدل 60% لتصل إلى 11549 مؤسسة في عام 2023، بعدما كان 7206 مؤسسة في عام 2016. هذا طبعا في إطار مستهدفات المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وكذلك خلق مستقبل أكثر استدامة وأن تصبح السعودية قوة صناعية رائدة على مستوى العالم. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر عام 2022 على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. تتصدر الرياض قائمة المناطق الإدارية للمنشآت الصناعية حتى العام المنصرم باحتوائها على 4500 مصنعين، تليها المنطقة الشرقية ب 2618 مصنعا، بينما تشمل مكة المكرمة 2209 مصانع. إلى الصين، حيث فقد رجل الأعمال هناك الصيني كولين هوانغ قرابة 14 مليار دولار من ثروته بسبب الهبوط الحاد لسهم مجموعة بي دي دي هولدينغز المالكة لمنصة تيمو للتجارة الإلكترونية، حيث أدى هبوط سهم المجموعة المدرج في بورصة ناسداك الأمريكية بنسبة 28.5% أمس الاثنين عقب الكشف عن نتائج أعمال دون المتوقعة إلى تراجع ثروة هوانغ، وهو مؤسس هذه الشركة وأحد كبار مساهميها بأكثر من 28% إلى 35 مليار دولار وفق مجلة فوربس. طبعا تسبب ذلك في تراجع ترتيب هوانغ إلى المركز الرابع كأغنى شخص في الصين بحسب تصنيف فوربس بعد احتلاله المركز الأول في وقت سابق من الشهر الجاري، في حين هبط إلى المستوى 50 أو المركز 50 على مستوى العالم. على ذكر الأثرياء ورجال الأعمال، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس وأيضا رئيس شركة تسلا إيلون ماسك قال إنه يرى أن كاليفورنيا يجب أن تمرر مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يلزم شركات التكنولوجيا ومطورو الذكاء الاصطناعي بإجراء اختبارات سلامة على بعض نماذجهم الخاصة. وقدم المشرعون في ولاية كاليفورنيا 65 مشروعا لقانون وتنظيم الذكاء الاصطناعي هذا الموسم التشريعي وفقا لقاعدة بيانات الولاية التشريعية، بما في ذلك تدابير لضمان إثبات عدم تحيز جميع القرارات التي تصدرها خوارزميات البرامج، وأيضا حماية الملكية الفكرية للأفراد المتوفين من الاستغلال من قبل شركات الذكاء الاصطناعي. من جديد إكس إلى جديد تيك توك، حيث أضافت المنصة ميزة جديدة تتيح إجراء المحادثات الجماعية، مما يسمح بمشاركة الفيديوهات داخل مجموعات تصل إلى 31 مستخدما، بشرط طبعا أن يكون عمر كل مستخدم لا يقل عن 16 عاما. للانضمام إلى أي مجموعة يجب أن يقوم أحد الأصدقاء بإضافة المستخدم إلى المجموعة المطلوبة. ومن أجل تعزيز إجراءات السلامة للمستخدمين
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما لن يسمح لهم بالانضمام إلى أي مجموعة إلا إذا كانت تحتوي على صديق مشترك واحد على الأقل. وإذا تلقوا رابط دعوة للانضمام إلى مجموعة فسيكون عليهم قبول الدعوة كشرط مسبق للانضمام. تغيرات سريعة ومتسارعة دائما، يعني أشفق على نفسي وعلى الآخرين من مسألة متابعة هذه التغيرات المتابعة والمواكبة الصعبة. في كل الأحوال ننتقل الآن إلى أخبار الطقس مع الزميلة لميس إبراهيم. أهلا بكم. تسابق فرق طوارئ الزمان لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد أربعات في شرق السودان الذي تسبب في مقتل العشرات في أسوأ سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال موسم الأمطار الذي جاء أقوى وأبكر هذا العام، ونزح أكثر من 100,000 شخص وتضرر أكثر من 300,000 في جميع أنحاء السودان، حيث دمرت الفيضانات المنازل ونشرت الأمراض بما في ذلك الكوليرا. أدى إعصار قوي بدأ يضرب جنوب اليابان إلى تعطيل حركة النقل، ومن المتوقع أن يتسبب إعصار شانشان بتداعيات أكبر بحلول نهاية الأسبوع. وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء أكثر من 100 رحلة داخلية يومي الثلاثاء والأربعاء وست رحلات دولية، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات أو تشكل أمواج عالية جدا على السواحل في بعض المناطق. الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بأكثر من 600 راكب في محطة للسكك الحديدية في مدينة فادودارا الهندية، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تنبيهات بهطول أمطار غزيرة ونصح الناس بالبقاء في الداخل واتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما نقلت قوة الاستجابة للكوارث الوطنية السكان من المناطق المنخفضة إلى مناطق أكثر أماناً. إذن أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنها ستتبرع ب 500,000 جرعة باللقاح جدر القردة لمكافحة تفشي المرض في أفريقيا وفقا لوكالة رويترز. وفي بيان لها كشفت وزارة الصحة الإسبانية أنها ستتبرع بنسبة 20% من مخزونها من اللقاح، أي 100,000 قارورة ستوفر 500,000 جرعة، ذلك بحسب ما ذكرته رويترز، مضيفة أن مدريد شجعت المفوضية الأوروبية على اقتراح أن تتبرع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% من مخزونها من اللقاح. طبعا هناك خبر آخر مفرح فيما يتعلق بجدر القردة لكن من إندونيسيا. وزير الصحة الإندونيسي أعلن شفاء جميع حالات الإصابة بجدري القردة في إندونيسيا والتي أصيبت منذ عام 2022 وحتى الآن، من بينها حتى الإصابات بسلالة 2B الجديدة. الوزير أشار أيضا في مؤتمر صحفي إلى أنه تم رصد حالات جدري القردة في إندونيسيا بشكل رئيسي في منطقتي جاوا وجزر رياو، وأضاف أنه مع ذلك بعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية حالة الجدري المائي إلى جائحة في أغسطس من عام 2024 تم اختبار للكشف عن 11 حالة مشتبه بها لكن جميعها جاءت سلبية. المشكلة أنه في كل الأحوال يعني العلماء والمسؤولين الصحيين يقولون يجب تجنب سيناريو كورونا. إذا ما تحدثنا عن اللقاحات تحديدا هي لم تذهب إلى الكونغو حتى الآن وهي بؤرة ظهور وتفشي جدري القردة حتى الآن. نتمنى أن تتم المعالجة بشكل مختلف عن جائحة كورونا. صحيح، نتمنى طبعا فكرة الإسراع في بداية الأزمة ستخفف كثير حتى لا تصل إلى جائحة كما حدث في كورونا، لكن في كل الأحوال
الأحوال، نتمنى السلامة للجميع، لا أحد يريد أن يكرر التجربة. صباح الخير يا راوية. صباح الخير يا راوية. صباح الفل حنين، وصباح الخير طبعا والفل أيضا لأسامة. إن شاء الله نكون تعلمنا إحنا كجنس بشري دروسنا اللي المفروض نتعلمها من جائحة كورونا. الآن بعد تقريبا 5 سنوات من تفشي الجائحة، بعتقد بأنه في كتير دروس مفروض أنه تعلمناها حتى نتفادى أي شيء مشابه في المستقبل. لم نتعلم من الخفافيش، ربما نتعلم هذه المرض من التجربة. لا شك أن السلوك الاجتماعي أكيد يجب أن يكون قد تغير، ولكن الجهود العالمية يجب أن تتكثف وتتضافر لمنع وصول شدر القردة إلى جائحة، رغم أن كل التطمينات الآن تتحدث عن أن نسبة الانتشار مختلفة وبأنه ليس قاتلا بالطبع. طبيعة الفيروس مختلفة، طبيعة الفيروس مختلفة. بالضبط بالضبط. وهو أحد الدروس هو أن نتعلم، يعني أن المنظومة العالمية الصحية أن تتعلم دروسها من كيفية التعامل بطريقة أفضل هذه المرة. بس على كل حال إحنا خلينا نطلع من كورونا ومن الأخبار اللي ممكن تثير الاكتئاب، لأنه مش ناقصنا الحقيقة. خلينا نحكي عن موضوع آخر. بن أفليك بيثير الفضول حول علاقته بكاثلين أو كيك كينيدي، والتي تصغره ب16 عاما، خصوصا أنه لم يمر أسبوع على طلاقه من جينيفر لوبيز. نحن نسأل، كم يحتاج الشخص ليدخل في علاقة حب جديدة بعد نهاية حب كبير؟ سريع جدا، ننتظر الإجابات معك في صباح العربية بعد الموجز. يلا بعد موجز الأخبار بإذن الله.